احد المواطنين الكويتيين معجب بجليب للشيوخ. طبعا انا اقول لكم هذه اخونا ناصر البرغش طرح مشروع، بس هناك من لا يريد انهاء هذه مشكله الجليب للشيوخ، وفيها ترى انا في مقطع سميته حلب المدمره في الجليب، دخل حلب نفس المشهد، بس وراكم يا بعد شوي لا تستعيلون خلكم معاي، بس راح صور الجليب وين الطامه. شوفوا الطامه في البلديه والتجاره المسؤولين عن الجليب، وهذا موجه لكل الشرفاء الابطال في بلديه الكويت ووزاره التجاره. روحوا باكر وشوفوا المصيبه. شنو المصيبه؟ هناك بالجليب يطلعون عماره مخالفه، شلون وصلوا لها الكهرباء الله اعلم. يبطل محل محلين ثلاثه كلهم جراجات او مخازن، زين وين موافقه التجاره؟ ماكو. وين موافقة البلدية؟ ماكو. إذا شلون مبطلين؟ كيفنا؟ إن جت البلدية والتجارة تركوا المكان وانحاشوا. وطبعا الجماعة إلا إذا في شيء ما نعرفه، والناس شقالة وعلى كيف كيفهم. شوفوا فضيحة الجليب خاصة في ترخيص المحلات. وينكم يا تجارة؟ وينكم يا بلدية؟ الجليب تناديكم. عطي التقرير. طبعا هذه جراجات الجليد، هذه عمارة قانون العمارة فيها محل واحد. شوفوا شم محل فاتح هذا، شوفوا المساكين قاعدين حاشون بعد. الحين شوف المحلات اللي فاتحها، شوفوا هذا واحد اثنين ثلاث اربع خمس، ماكو، والكل مشى، الكل انحاش، فضت المحلات، تحس كلهم مخافين. وين وزارة التجارة؟ وين البلدية؟ تخيل ست محلات بعمارة واحدة سكنية. اخذ هذا محل ما شاء الله، ما ادري ايش فيهم الجليب بعصبك والاحداث، حولوه بقالة حولوه خياط، يعني لازم تخالف صبغ واحداثك وناش فيك. هذه عمارة واحدة، شوف ما شاء الله عمارة واحدة. هذا جراج صبغ بعمارة كيربي، محل غرفة كيربي عبارة عن جراج. شوف كلها مترين بمترين، وصبغ كلها السيارات للصبغ. هذا المحل كذلك نفس الشيء. طبعا هذول مفتوحين، سكروا لما رحت العمارة الثانية وصور كلهم سكروا، واحد بلغ الثاني. شنو السر السكوت هذا اللي عشرات السنين محلات من غير تراخيص؟ وين هذا اللي كان يصلح هنا؟ وينه؟ ردوا مشى. أقول لكل أهل الكويت اللي عنده فلوس مبالغ بسيطة، بلا تروح دعم المشاريع وتتعب قلبك وتقدم دراسة جدوى، روح الجليبة والحساوي شوف لك أي بيت على زاوية، بيت كبير شوي، أجار أقصى حد كم؟ 500,000. طبعا لأن يما أنهر المجاري، براويكم إياها بعد شوي. أجر، تبي مصنع، تبي مطعم، تبي قهوة، تبي قمار، عفوا تبي لعب ورقة، لعب هند، لعب هشك بشك، كل شيء جايز هناك. من يروح هناك؟ ما حد يدش. الدولة لا تستطيع السيطرة على الجليب. ليش؟ قال يبا أكثر من 400,000 من العزابية ساكنين. زين والمدن اللي قلتوا بتسوونها؟ ها؟ تحت الدراسة. 10 سنين تحت الدراسة؟ عاشت الحكومة وعاشت ضحكتها. عموماً